حبيته أنا جدا بصراحة، العازر بدر، فنان مصري يبدع في صنع المجسمات المصغرة. لازم فعلا تشوف التقرير علشان تشوف هذا الإبداع وتستوعبه. وهنروح لفاصل وهنرجع بفقرة أكتر من رائعة تتحدث عن المساعدات والتطوع، ولادنا في أعضاء أو أخواتنا، أصدقائنا، معارفنا، حتى الأسماء اللي ممكن ما نكونش عارفينها بشكل شخصي من مئات وألاف المتطوعين والمتواجدين في قوافل الإغاثة منذ بدء العدوان في معبر رفح، هيكونوا موجودين معانا بعد هذا التقرير وهذا الفاصل، ونفهم حجم الدور اللي بتلعبه مصر في تقديم المساعدة لأهالينا في فلسطين. استنونا. أنا العازر بدر، بكالوريوس تربية فنية، مدرب رسم، والمكان اللي احنا فيه ده أكاديمية خاصة بتعليم الرسم. وأنا طفل حوالي 7-8 سنين بدأت أرسم. في الدراسة بتاعت الثانوي أو الإعدادي كنت بهتم بحصة التربية الفنية، أو حتى لو ما فيش حصة كنت بنزل الغرفة بتاعت التربية الفنية وأقعد فيها. بعد فترة من الشغل العملي في السوق بدأت أتجه لموضوع تدريس الفن، لأن ده أصلاً أساس تخصصي، يعني التربية الفنية فهي أساس التخصص إن هو تدريس الفن يعني. فن الديوراما في الأساس قديم جداً، يعني من أيام القدماء المصريين. لو دخلنا المتاحف والكلام ده هنلاقي عاملين مصغرات لبعض المشاهد مثلاً من الحياة اليومية أو لاستعدادات الجيش وهكذا، يعني بيبقى عبارة عن مصغر في بعض الموضوعات، حواديت أو أهداف أو قصص أو رسالة معينة بتوصل وهكذا. المصغر ده اسمه شارع 19، بدأت أشتغل عليه من حوالي شهرين تقريبا، لكن هو ما كنتش شغال عليه دايركت، يعني خد مني مراحل. في عناصر موجودة في الحقيقة زي المحل بتاع توكيل جرائد أسينا، ده حقيقي موجود، وفي بعض العناصر المحطوطة زي الإعلانات والكلام دي حقيقية، يعني حتى يافطة الصيدلية ويافطة المدرس كلها موجودة في الواقع حقيقي، لكن التكوين نفسه من خيالي يعني. اللي بيصغر لازم يكون بيشوف العناصر او القطع بصوره مختلفه، يعني مثلا ممكن حاجه تكون موجوده في الحقيقه بس احنا شايفينها مثلا بنرميها، يعني غطاء ازازه مثلا او ايا كان هي ايه. فهي دي الفكره، ان الواحد يفكر ازاي يستغل الحاجات المحيطه، ممكن يعمل ريسايكل، ممكن يشتغل باكتر من خامه ويطلع نتيجه كويسه. ده الشغل اللي بيستخدم كمان في السينما وفي المسلسلات، يعني ممكن بيبقى في مسلسلات كرتون او حتى واقعيه كمان بتتعمل بنظام الستوب موشن، اللي هو الخلفيه بتكون هي المصغر وبيبتدي العرايس تتحرك وتتشكل، وفي امثله كتير طبعا من النظام ده. وكمان بتدخل في السينما كصناعه الافلام، يعني ممكن مثلا لقطه حادثه او مشهد حادثه يعني، او مشهد مثلا صعب هيكلف اللوكيشن انتاج كبير جدا، فبيتعمل بشكل مصغر. وتايتانيك معموله بالفكره دي، يعني سفينه تايتانيك طبعا كلنا عارفين فيلم تايتانيك، السفينه نفسها والغرق وكل الحاجات دي متصوره في ماكيت او في مصغر صغير جدا يعني. هنا بقى في المكان ده بدأت أعمل معارض للناس كلها، يعني طبعا أنا بعرض هنا، وفي نفس الوقت بيبقى كل سنة لنا معرضين، معرض في الصيف ومعرض في الشتاء، بيبقى مفتوح لكل المتدربين، وبتبقى فرصة حلوة لكل الناس إن هي تشترك أو إن هي تقدم شغلها يعني. أتمنى إن الرسالة بتاعت الموضوع تكون وصلت للناس، أو الهدف من العمل ما يبقوش ظلموني إن أنا قدمت عمل فني بيحتوي على مخلفات وبس، لا، ده عمل فني يحتوي على رسالة معينة لازم توصل. كمان أتمنى إن الناس تبتدي تتعرف على فن الديوراما، عشان يعني مش كتير اللي يعرف الموضوع أو يعرف فكرة الديوراما بتتكلم عن إيه أو إزاي أتعايش وأتفاعل معاها.